Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi mia madre vi preparerà la torta di ceci che ha anche altri nomi. Scrivete nei commenti come si chiama da voi e buona visione. E non dimenticate di mettere like e iscrivervi. سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي مرحبا بي، الف مرحبا، يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. مرحبا بكم على الصفحه ديالي في انستغرام، مرحبا بكم، الف مرحبا، ومرحبا بالاسئله ديالكم. كيف ما شفتوا معايا اليوم غادي نوجد معكم تورته ديال الفرينه ديال شيشي، او كيف ما كتشوفوا معايا الدقيق ديال الحمص. كل مهم، هي عندها بزاف ديال السميات، يعني فريناتا، شيشينا، عندها بزاف بزاف السميات ديالها، كيختلفوا من بلاصه لبلاصه. وندوزو على بركه الله باش نشوفوا المقادير ديالها. عندي هنا الفرينه ديال الحمص اللي خليت باقيه، اللي فيها 500 غرام قسمتها على جوج، يعني النص ديالها 225 غرام، زائد ثلاثة الكيسان ونص ديال الماء. هنا باقي غادي نزيد الماء، عبرت لكم بالكاس حيت انا مو فاش نعبر، يعني كنبقى كندير غير عيني ميزاني، ولكن اليوم ان شاء الله غادي نعبر معكم كيف ما كتشوفوا. هنا في هاد الدافع عندي جوج كيسان ونص، وباقي غادي نزيد واحد الكاس، وكيف ما كتشوفوا معايا عندي شويه ديال الملح. كنخلط كلشي مزيان مزيان، ما كنزيدش عليه من التراب، نخلط البنات باش ما كتكورش ليا هذيك، كتكورش هذيك الطرينه. كنخلط، يعني هو تيبغي تخلط مزيان كيف ما شفتوا معايا، حيت ديك الفرينه كتكون رطبه دغيا كتكور ملي كتزيدوا عليها الماء، يعني تبقاو تزيدوا غير بشوي بشوي كيف ما شفتوا معايا. ومن بعد كنزيد الملح.
صافي هنا كناخد هذيك الكشكوشه كيف ما شفتوا معايا اللي كتكون الفوق، وكنهزها بواحد المعلقه وكنحيدها، ما كنخليهاش كنحيدها. صافي كنغطيها وتنخليها من ساعتين حتى 4 السوايع، يعني انا غادي نخليها غير واحد ساعتين ونرجع لكم. بعد ما خليتها ساعتين كيف ما شفتوا معايا، خديت واحد كيف ما شفتوا معايا، خدوا مول او صينيه، يعني هي كتبغي شي حاجه اللي تطيب فيها وهي رقيقه كيف ما شفتوا معايا. انا خديت هاد يعني بحال المقله كيف ما شفتوا، عندها اليديات ولكن غطيتهم اللي غادي ندخلها للفران كيف ما شفتوا معايا. هذه اللي غادي تدخل ليا الفران انا ديال الضو كيف ما كتشوفوا، درت فيها الزيت البلديه وسرحته فيها مزيان، غادي ندخلها للفران حتى كيدخل ليا داك الزيت وعاد غادي نخرجها. هنا خديت هذاك الخليط وزدت عليه 2 معالق ديال الزيت البلديه كيف ما شفتوا معايا، كنضرب او كنخلط مزيان حتى كيندمج هذاك الخليط. من بعد كنقسمو على 2 يعني باش يجيني بالتساوي كيف ما شفتوا. انا خديت 2 دلايف ولكن تقدروا ديروا غير عينكم ميزانكم، وحتى لا عندكم الفران كبير وبيتو ديروا واحد الطاوه او صينيه اللي كبيره راه مزيان، ولكن انا كيف ما شفتوا غادي ندير الفران ديال الضو، يعني هذيك هي اللي غادي تدخليها الفران ديال الضو. والخليط كيف ما شفتوا معايا قسمته على 2، يعني غادي ندير 2.
صافي كيف ما شفتو، من بعد ما سخن هذاك الزيت كيف ما شفتو معايا، غادي نخوي ديك الزلافه هنا كيف ما شفتو على هذا الشكل. هذا شفتو داك الزيت كيبدا كيطلع كيبدا كيطلع فيها الفوق انتما كيف ما شفتو معايا. صافي غادي نديها كندخلها للفران كيف ما شفتو، عبرت بالمعلقه. هاد الطريقه اللي عطيتكم البنات راها طريقه احترافيه، يعني طريقه من عند ناس محترفين في هاد النوع ديال انواع ديال الطورطات، طريقه اللي مضمونه وناجحه كيف ما كتشوفوا معايا. ها هي من بعد ما خرجها من الفران، طبعا كتشعلوا عليها العافيه مهيله الفوق والتحت وعافيه مهيله كيف ما شفتوا معايا، كطيب كتحمر من التحت ومن الفوق، يعني كتكون مقرمله والجناب ديالو حتى هما مقرملين، ولكن الداخل ديالها راها طريه. غادي نقطعها لكم ان شاء الله ديك الساعه وغادي تشوفوا الشكل ديالها وكيفاش كتجي. هنا كيف ما شفتو معايا الثانيه اللي كانت بقات عندي ها هي من بعد ما خرجتها من الفران حتى هي، غادي نخليها هنا وغادي نقطع لكم الاولى اللي بردات باش تشوفوا الشكل ديالها وكيفاش كتجي. حتى بالداخل كي قلت لكم كتجي عند هذيك الطبقه الفوقانيه مقرمشه ودوك الجنب ديالها مقرمشين، ولكن الداخل ديالها راها كتجي البنات رطبه رطبه رطبه. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. طبعا الزينة راه كيبقى لكم الاختيار، كاين اللي كيبغي فيها شويه الحار كيزينها من الفوق وشويه ديال الحار. انا ما درتش فيها الحار، هنا عندي وليداتي صغار ودرت فيها غير شويه ديال اليازير كيف ما كتشوفوا. كاين اللي كيدير فيها الزعتر على حسب كل واحد واشنو كيبغي. كيف ما شفتوا معايا كيفاش كتجي، راه وريتكم الطريقه وكيفاش كيفاش تشوفوا واش تجيكم رقيقه ولا كيفاش غادي تجيكم، راه عبرتها لكم بالمعلقه. الى رجعتوا راه غادي تشوفوا كيفاش وريتكم الطريقه. كيف ما شفتوا معايا الطريقه ديالها راها سهله بسيطه وما فيهاش مقادير بزاف، يعني راه فيها غير الفرينه ديال الحمص، فيها الزيت وفيها الملحه، يعني ما فيهاش والماء طبعا، والزينه راه كيبقى على حسب الرغبه غير اللي بيزيد فيها شي حاجه، اللي ما بغاش ما كيزيدش. طريقتها اللي سهله مهله وكي قلت لكم الا بغيتو ديروها في شي صينيه كبيره يعني راه كتجي كبيره. انا قسمتها على جوج حيت انا كنطيب في الفرن ديال الضو كنسبق لي وقلت عليكم،
ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكيف لكم راه جبت لكم طريقه من عند ناس محترفين، يعني شي حاجه اللي توب، شي حاجه اللي زوينه وناجحه 100%.